الجهاز ديالنا الفانكويش 540 من شركة ميلا بالأستراليا. العمق ديالو تيشد على متر ونص، شي هدف كبير، وفيه التمييز ديال جميع المعادن وإلغاء المعادن غير الثمينة. بالنسبة للأكسسوارات تيجي معاه حزات أوريجينال، الشارجور ديال الحزرات، الكاسك ديال الخيط، بوشيطة ديال علبة التحكم، كذلك الديسك الكبير ديال 30 سنتيم في 12. إذا الجهاز ديالنا كما قلت تيشد متر ونص على هدف كبير، وفيه التمييز ديال جميع المعادن. غنديروا لي واحد التجربه تيست وغادي نشوفوا الجهاز ديالنا كيفاش تيلتقط على اول حاجه الذهب، ثم غنشوفوا الحديد، كاين الغاء الحديد، ثم غنشوفوا النحاس، كاين الغاء النحاس، ها هو كاين الغاء النحاس، ثم غنشوفوا النقره فضه، تيشد بشكل جيد جدا. اذا الجهاز ديالنا الفانكويش 540 من شركة ميلا بالاسترالية، هذه هي الكرتونة ديالو، الاكسسوارات ديالو ديجا ذكرناها. الى بغيتي الجهاز تواصل معنا عبر الواتساب، وحنا ان شاء الله غنجاوبك في اقرب وقت.